وصلنا لأولى فقراتنا لليوم. على الرغم من النجاحات المبهرة يلي تحققت بمجال الطب وما رافقها من تطورات علمية في التكنولوجيات الحديثة والتي انعكست بشكل كبير على القطاع الصحي وتطوره بالعالم، إلا أنه ما زال هناك العديد من الأمراض لم يستطع الطب الحديث التعامل معها وإيجاد علاج مناسب لها. اليوم حديثاً وجد ما يسمى بالرنين الحيوي، ولكن ماذا نعني بالرنين الحيوي وشو هي استخداماته؟ اليوم رح نتعرف أكثر ورح نحكي عن الرنين الحيوي مع الدكتور ماجد عبد الله قياسي، أستاذ في العلاج الطبيعي ونائب مدير الجمعية الإنسانية للطب البديل الشمولي. صباح الخير دكتور ماجد، أهلا وسهلا فيك. وأيضا اسمحوا لي رحب بالدكتورة بيسان أحمد، المشرفة على حلقة البحث لطلاب الصيدلة في الجامعة العربية الدولية حول تقنية الرنين الحيوي ورئيس قسم العلوم الأساسية والمساند. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. والله يعني جايين بهالوقت وهالصباح وما إن شاء الله خير. يسعد صباحك. أكيد وأكيد بدي رحب بالطالب المجتهد والمتفوق واللامع واللي شارك ضمن حلقات البحث والتخرج نديم الظاهر. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ومبروك التخرج. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي عن الطب البديل الطبيعي واهميته. لا طبعا المشكله الاساسيه نحن بالامراض هي الامراض المزمنه اكثر شيء، هلا الامراض الحاده معظمها ممكن ترتاح الادويه سريعا. اما اكثر شيء بنلاقي المشكله هي بالامراض المزمنه، يعني بنلاقي المريض اللي عنده امراض مزمنه او مستعصيه مثل التهاب مفاصل رسياني، امراض مناعه ذاتيه، المشاكل العصبيه المزمنه، الامراض الهضميه المزمنه مثل النفخه الدائمه، الامساك المزمن، فهذا المريض بنلاقيه دائما بيروح بيتنقل من طبيب لطبيب، من حتى احيانا من بلد لبلد مشان يقدر يوصل لعلاج، وبالنهايه وما عم بيقدر يوصل لعلاج. فمعظم العلاجات عم تكون هي علاجات عرضيه لتحسين اعراض وليس لعلاج المرض نفسه. طبعا اكيد معناته في عندي انا معوقات عم تحول دون علاج المريض. طبعا هالمعوقات هي ممكن تكون عوامل بيئيه، عوامل تغذويه، عوامل وراثيه، عوامل اجتماعيه، فمختلف العوامل هي. فمن هون نشا طبعا يعني موضوع انه عم بيلجا المريض لاساليب ثانيه للعلاج. طبعا اساليب العلاج الطبيعي هي بترجع لاساس المرض انه تعالجه، فنحن بنشوف وين المشكله الاساسيه بالمرض وبنعالجها، فعلى الاساس هي فبالتالي انه بناخذ العلاج كامل للمرض من جذوره وليس تحسين الاعراض فقط. نعم. صباح الخير عن جديد دكتوره بيسان. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم مرقت سوريا بظروف كثير صعبه، من حرب، من حصار اقتصادي، ومن جائحه كورونا، ولكن العلم الطب السوري لم يتوقف. صحيح. ابدا، بل واكب التطورات وفي تعاون كثير كبير صار. اليوم عم نحكي باختصاص كثير مهم عم نتداوله بجامعاتنا وبين طلابنا. أكيد. خلينا نحكي اليوم عن أهمية مواكبة التطورات العلمية بظل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. الحقيقة يعني هو كتير سؤال مهم موجع يعني، ولكن أنا دائما بأمن أنه الصراع اللي إحنا بنعيشه هو صراع وجودي، إثبات ذاتك على مستوى الحضارة، وحضارتنا حية وإلها بقية. صحيح احنا بنمرق بظروف كثير، بس يعني انا بندهش بالفوره العلميه والادبيه والثقافيه، هذا بدل احنا شعوب حيه. اكيد. دكتور خلينا نرجع عن الرنين الحيوي وكيفيه استخدامه، خلينا نتعرف عليه بشكل اكبر وكيفيه استخدامه اذا فينا نشغل الجهاز اللي معك. اكيد. الرنين الحيوي مثل ما بنعرف في عندنا شيء اسمه تخطيط القلب الكهربائي، هو بيعتمد على قياس كهربائيه القلب، تخطيط الدماغ الكهربائي كمان قياس كهربائيه الدماغ. فمثل ما القلب له كهربائيه والدماغ له كهربائيه، كمان خلايا الجسم كلياتها بتعطينا امواج. نعم. الامواج هي عباره عن امواج كهرومغناطيسيه. طبعا مبدا الامواج الكهرومغناطيسيه بالخلايا بتعتمد على قانونين فيزيائيين. اول قانون، اي جسم درجه حرارته فوق الصفر يصدر امواج، فدرجه حراره خليه جسم الانسان طبعا فوق 36.5 تقريبا، فهي تصدر امواج كهرومغناطيسيه. بالاضافه انه اي جسم متحرك اي حركه تولد مجال كهرومغناطيسي، والخليه دائما فيها متحركات، بالاضافه لوجود الشوارد من الخلايا اللي هي كمان تصدر امواج. هالامواج اللي تطلع من الخليه هي عباره عن امواج كهرومغناطيسيه لها تردد معين، هالتردد هذا نحن بنسميه الرنين الحيوي. طبعا هي في شيء اسمه عندنا ترددات سليمه او الفيزيولوجيه للخليه، وفي عندنا لما بتصاب الخليه بمرض
فبيطلع عندها ترددات مرضية أو باثولوجية. نعم، خلينا نشوف دكتور آلية استخدام الجهاز ونتعرف أكثر عنه. نحن حنتابع أكيد مع حضرتك على الهواء. هلا الجهاز أول شيء عندنا نحن جهاز تشخيص. هلا جهاز تشخيص هو عبارة بيتكون من؟ طبعا جهاز تشخيص هو مثل ما أنا شايفين هون، هو جهاز مع قبضة عن طريق قبضة اليد، هو عم بيقيس الأمواج، هي الأمواج كهرومغناطيسية، وبعدين بيعطينا تفاصيل لكل أعضاء الجسم. يعني مثلا هلا نحن عملنا لحد من الشباب، يعني فعنا طبعا بعد ما عملنا له الفحص، طبعا الفحص ما بياخذ اكثر من دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، فاعطاني هلا مثلا وظيفه القلب كلياتها. القلب عنده ما في مشكله. كيف القياس بتتم هيك؟ لا، المسك القبضه هيك تماما، ايوه، مع الابهام فوق هيك، ايوه تماما، اوكي. هيك بيقيس لمده دقيقه ونص تقريبا، وبنشوف بعدين هو بيحلل النتائج كلياتها. فهلا عندنا مثلا في مشكله سوء امتصاص بالامعاء، تمام، في عندنا شوية شحوم على الكبد، بيعطي بالتفصيل، بيعطي بالتفصيل، التفصيل. يعني دكتور هو لتشخيص المرض بالإضافة للعلاج، المرحلة جهاز ثاني مختلف. تمام، هلا هذا تشخيصي. هلا بيعطيني مثلا في عنده كسل بالمرارة، طبعا هلا في شغلات مهمة كثير بيعطيني اياها، بيعطيني نسبة تقريبا كل المعادن بالجسم. فهون مثلا أنا في عندي نقص وسط بالكلس والحديد والزنك والسيلينيوم والفوسفور، ونقص وسط بالبوتاسيوم، بالإضافة إنه بيعطيني الفيتامينات كلياتها. تمام، طبعا نسب الفيتامينات مثلا انا عندي هون نقص شديد فيتامين اي، ونقص وسط فيتامين بي 2 بي 3 والكل. يعني اليوم سرعه في الاداء وتوفير كمان للتحاليل، يعني تماما، وللوقت وللمصاري كمان. يعني هو ما عم نسحب دم، طبعا الدقه اكثر من 90%. الجهاز طبعا هو لا يغني عن الطبيب، هو اداه تشخيصيه مساعده للطبيب مهما كان اختصاصه، لانه اي مريض بيجي على الطبيب مهما كان الاختصاص، فهون بيوفر على الطبيب وقت كثير بالحقيقه، لانه هو اعطاه لمحه تفصيليه عن كل اعضاء الجسم. طبعا احنا اخذنا لمحه موجزه عن بعض الشغلات، بس هو بالحقيقه بيعطي كل شيء، حتى بيعطيني الهرمونات، بيعطيني وظيفه الغده الدرقيه كيف وضعها، اذا فيها مشكله ولا لا، حتى بيعطيني الجهاز البولي، الجهاز التناسلي، الجهاز الهضمي كاملا، الاعصاب، حتى بيعطيني اذا فيها مشكله ولا لا. فهون انا بالتالي توجهت لانه شو عنده مشكله هالمريض. طبعا ممكن احيانا نحن بعد ما بنعمل فحص للمريض نطلب اجراءات اضافيه، مثلا ممكن نطلب ايكو للبطن او للغده الدرقيه، ممكن احيانا نطلب ام ار اي او بعض الفحوصات مثلا المخبريه، لما انا بتوجه وبعرف انه في مشكله مشان اعالج المشكله هي بشكل كامل. دكتور النتائج الجهاز هي دقيقه 100% ولا في دقة ولا في عندنا ممكن خطا مثلا يطلع 100%؟ بس يعني الخطا قديش نسبته بتكون بهيك جهاز؟ اقل من 10% الخطا يعني، وهذا الشيء طبعا نحن قارناه. يعني هلا لما بنعمل فحص للمريض وبنعمل صور، هي مثلا انا طلع عندي شحوم على الكبد بالايكو، بيطلع في عندي انا شحوم على الكبد، مثلا الغده الدرقيه فيها التهاب بالايكو كمان بيطلع فيها التهاب، فبالتالي انا موثقين نحن النتائج التشخيص عندنا مع النتائج المخبريه والسريريه. نعم، رح انتقل لعند الدكتوره بيسان وارجع لعند حضرتك دكتور لحتى نتعمق اكثر بالجهاز. اليوم ضمن الجمعه السوريه حضرتكم طرحتوا العربيه الدوليه، طرحتوا رساله طبعاً. هي او ناقشتوا رساله تخرج، وهي ضمن موجودة معنا ضمن الكتاب تمام. من الجامعة العربية الدولية عن الرنين الحيوي. خلينا نحكي أكثر، ليش اخترتوا هذا الموضوع وكيف ناقشت هذا المشروع؟ سؤال هام جدا، لأنه بالحقيقة كان في تساؤل كبير حوله. احنا باختياري أنا كان لهذا الموضوع بسبب اولا انه هو تقريبا تيار مؤسس بالعالم بس غير منتشر وغير معروف بالوطن العربي. اولا كان يعني هدفي تعريفي لانه بيعالج كثير امراض، ويعني انا لولا صادفت الدكتور ماجد ما بعرف انه الجهاز وصل على البلد، ولكن عمل حاله يعني من الدهشه انه نعرف فيه. السبب الثاني هو قد ايش صار له بالبلد؟ تقريبا بحدود السنة. الجهاز تشخيص صار له 4 سنين، بس أوكي. جهاز العلاج تقريبا سنة. طبعا قبله كان في أجهزة ثانية يعني، لكن مو بهي الدقة، مو بهي الطريقة. لا يعني هو علم بدأ من القرن الماضي، يعني فيك تقولي. السبب الثاني أنا كان عندي اهتمام فيه، إنه ليش ظهر بهالتوقيت اهتمامي فيه بصراحة.
بالفترة الكورونا كثير كثير كنت يعني تابع كثير اشياء يعني، وبصراحة يعني انت بتعرفي التخبط العام الموجود، فانا خطر لي انه هذا المبدأ تبعه بالقرن الماضي العالم رايف كثير ناضل انه يعمل عمل جهاز لقتل البكتيريا وقتل الفيروسات والى اخره، فخطر لي انه نرجع نسلط الضوء عليه لانه ممكن يكون له امل بعلاج الكورونا. السبب يعني الثالث اكيد اللي هو لقينا في مواجهه بالجامعه انه لاول مره كليه الصيدله بتتناول علاج فيزيائي يعني. بحب انا انوه انه احنا يعني دائما كصيادله واطباء اعتبرنا الطب مرادف للدواء يعني الكيمياء يعني. انا على اطلاع يعني بجوز بحكم اني مغتربه كنت بجامعات، احنا كأساتذة وطلاب وصيادلة لازم احنا نقدم العلاج حتى لو كان عن طريق الفيزياء، وخصوصا اني انا ركزت بهذا الموضوع على الاشياء التي عجز عنها الطب التقليدي، مثلا الانتي بايوتيك ريزيستنت المقاومة، هي من اكبر المشاكل الموجودة بالعالم وإلى حل عن طريق هذا الجهاز. ليش نظلم الناس فيه؟ مثلا هيباتايتس بي ما في لهلا الا اللاموفيدين اللي ما بيعمل صفر، فتابعت كتير حالات عند حضرة الدكتور وعاطي صفر، إذا ما صار القيمة صفر يعني بتكون مثل كامنة، ممكن يصير مزمن بيتحول لتشمع، ممكن يصير سرطان. فهناك يعني أنا ما عم أنا ما طرحته كبديل، ولكن ممكن يكون بديل اللي عجز عنه الطب والكيمياء ببعض الحالات. هذا كان هدفي كمان. أكيد نديم أنت من الطلاب المتفوقين، أكيد بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. خلينا نحكي عن رسالة تخرجك، شو كانت وشو هي أفكارك، وبعد التفوق شو هي مشروعك المقبل، شو عم بتفكر؟ هلأ هي كانت انطلاقة المشروع، تعرفنا على الدكتورة بيسان، طبعا الفضل الكبير لها هي والدكتور ماجد والدكتور مازن كمان ساعدونا بشكل كتير كبير. أنا المشرف الثاني الدكتور مازن، دكتور رجب، مازن رجب معاون حضرة العميد للشؤون العلمية، وبيحط لكم السلامات يعني، وهو نبيل نحن أكيد يعني بداني عنه يعني. فاجتمعنا أنا وزملائي مجد زين العابدين ولا قربطق، واتفقنا أنه ننطلق مع الدكتورة بهذا المجال. نحن واجهنا كتير كفكرة كانت كتير مذهلة بصراحة، نحن يعني كنا قاعدين يعني الدكتورة يمكن من بعد جهود كانت كتير كبيرة تماما، قدمت لكم أن هي المعلومات عن الجهاز بشكل كتير فيك تقولي كانت هي كفكرة هي مبهمة كتير عنا بالبلد. ففضل الدكتور ماجد طبعا الجهاز دخل، يعني صرنا فيك تقولي مثل لما كانوا بالأول بدهم يقولوا أنه نحن بدنا نطير، وكانوا يقولوا أنه هذا الشيء كتير صعب، فحاليا صار أنه مثل هذا الجهاز، أنه هذا الجهاز شلون جهاز عنا بيعالج كل شيء، هو صعب بس هذا صار حقيقة كتير عنا بالبلد. طبعا جهاز بيعالج كل شيء كان كتير مذهل، لما فتنا بهذا المجال شفنا حالات كانت جدا مستعصية، حالات كان واقف عندها لمرحلة أنه في أشخاص عم يتمنوا أنه هن بس يعيشوا بحالة أو بلحظة أنه هن يكونوا مثل الأشخاص العاديين. طبعا الجهاز وصل معهم لمراحل كتير عجز عن الطب العادي، العلاج الدوائي ما مشي حالهم، مثل ما حكت الدكتورة كمان في كانت كتير حالات مستعصية الدواء أبدا ما حسن يحد منه. انطلقنا بالمشروع وجبنا حالات كانت كتير كبيرة، وصار طبعا جدال كتير كبير بالنسبة للجهاز، بس بإذن الله بظن هذا الجهاز حيرفع كتير كبير من السوية عنا الدوائية والسوية الطبية بالبلد. نعم صلى ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. لك نديم عن جديد، وبدي ارجع عند الدكتور ماجد. دكتور ماجد خلينا نتعمق اكثر بالجهاز، يعني هذا الجهاز صار هو مشروع، صار رساله لطلاب لناس متفوقين عم يركضوا وراء يمكن ايجاد حلول علميه بديله ببلدنا اليوم. خلينا نحكي عن الجهاز واستخداماته اليوم، كيف عم نسوق للجهاز لحتى يمكن يكون اكثر استخداما لدى الاطباء السوريين؟ لا الحقيقه موضوع الجهاز الرنين الحيوي هي صار له تقريبا باوروبا اكثر من 3 عقود واعطت نتائج كثير قويه، يعني خاصه بعلاج حالات المزمن المستعصيه الربو والحساسيه، لكن كان تطبيق هالفكره هي هنيك ما عم بيعطي نتائج عند كل المرضى. أوكي. يعني في نسبه من المرضى ما كانت عم تستفيد. فانا سافرت على ماليزيا واجتمعنا مع الفريق الطبي عندنا بالجمعيه، الدكتور تامر زكور رئيس الجمعيه، وانا في الدكتوره رنا شيخ عثمان بفرنسا دكتوره بالكيمياء، طبعا كمان معنا عده اطباء بعده مراكز في العالم. فاخذنا البحث واخذنا دراسه عن كل شيء اجهزه رنين حيوي موجوده، طبعا في عده انواع من اجهزه رنين حيوي موجوده. لقينا في نقطه ضعف اساسيه بهالاجهزه هي، انه هي الاجهزه بتعطي ترددات ثابته للمرض وليس للمريض. يعني مثلا انا عندي
فرضا 10 مرضى معهم ضغط فبيعطوهم نفس الترددات للعشر مرضى، معه سكري نفس الترددات لمرض سكري. طيب هذا الشيء في بعض الناس عم تستفيد عليه، بعض المرضى عم بيستفيدوا عليه، بعض المرضى ما عم بيستفيدوا. فصرنا نبحث نحن فوجدنا انه المشكله الاساسيه هي طبيعه الجسم، طبيعه المريض. فلذلك طورنا هالجهاز هذا، طبعا هذا الجهاز الاول من نوعه في العالم، يعني هو في جهازين فقط ماليزيا، في واحد من احنا هلا صار عندنا بسوريا. اه حلو. فهو ما انه موجود حاليا لساته بالعالم، يعني لانه عم بيعالج المريض وليس المرض. يعني انا عندي 10 مرضى مثلا معهم ضغط او معهم سكر او ربو او حساسيه، انا كل مريض عم بعالجه بطريقه خاصه فيه. يعني انا الجهاز هو عم بيفحص هالمريض هذا، طبعا دائما اول كل جلسه انا بعمل له سكان للمريض، باخذ وين المناطق اللي فيها خلل، مثلا المعده، الكبد، المراره، المناعه، طبعا المناعه بياخذ تفاصيلها كلياتها. فانا بفحص بس هالمريض هذا، شو في عنده مشكله، وبعطيه نبضه علاجيه تعالج له المشكله اللي خاصه فيه له. فنحن نعالج مريض وليس مرض، فشو ما كانت مشكله بالمريض عم نعالجها بنفس الوقت. يعني دكتور علاج جسم نفسه بنفسه تماماً. يعني هي الترددات انت بتشوفها اذا سلبيه ولا ترددات تماماً. ايجابيه، وبتحل المشكله الترددات السلبيه. دكتور خلينا نحكي، اجى المريض لعندك كم جلسه بحاجه بيكون؟ وسمعنا كمان ممكن يعالج مشكله بالعيون، ممكن كمان التهاب القولون العصبي وكثير من المشاكل الثانيه. الصرع كمان. والصرع خلينا نحكي كم جلسه بحاجه المريض، وهل هذا العلاج بيكون مرافق لدواء ولا هو حصرا بهذا الجهاز؟ طبعا هلا اول ما بيجي المريض بعد ما بنعمل له فحص نشوف شو في عنده المشاكل، مثل ما حكينا عنده نقص فيتامينات، نقص معادن. طبعا بنحط المريض على نظام غذائي، طبعا احدث الانظمه الغذائيه اللي عم نشتغل عليها حاليا هي بتعتمد على زمره الدم للمريض، بالاضافه احيانا ممكن طبعا نرفقه مع ادويه، مثلا اذا في عنده نقص بالفيتامينات فانا بعوض له هالفيتامينات هي دوائيا. عنده مثلا ارتفاع بحمض البول بعطيه دواء خافض لحمض البول، عنده مثلا لزوجه بالدم عالي بعطيه مميل للدم لفتره، وطبعا كل فتره نحن بنرد بنعيد التست للمريض مشان نشوف شو تحسن، مشان نعطي نشوف قابليه استجابه جسمه مع الدواء. تماما. هلا عدد الجلسات بيختلف حسب طبيعه الجسم اولا، شده المرض، وقديش صار له المرض. يعني هلا اللي بيجيني مثلا مرضه ما صار له مثلا سنه، غير اللي بيجيني مريض مثلا صار له 5 سنين او 10 سنين. فهون بيختلف، فهي فتره العلاج بتختلف حسب طبيعه الجسم. هلا ممكن تكون مثلا 5 جلسات، ممكن تكون 10 جلسات، بينما في امراض مستعصيه ممكن تكون احيانا 20 او 30 جلسه، بجوز اكثر. طبعا هي بس وظيفه الجهاز انه يلغي، يعني يقضي على التردد المرضي او الباثولوجي، وبنفس الوقت يقوي التردد السليم. يعني انا لما بيكون عندي مثلا مريض قصور بالغده الدرقيه، فمعناته انا التردد الغده الدرقيه ضعيف، فانا بقوي بعطي مثل التردد هذا، فبقوي تردد الغده الدرقيه فبخليها ترجع تشتغل من اول وجديد. بدون دواء. بدون دواء. نعم. دكتور نحن شفنا على الشاشه كيف نحن من خلال الامواج او هي او أمواج كهربائية، صحيح حكي، كشفنا شو النقص بجسمه، لكن خلينا نشوف كيف بيتم العلاج. تماما. بعد إذنك اعطيني المايك يا نادين. هلا بالبداية أنا ممكن أعمل له تيست للمريض، مثلا إذا أخذنا فرضا، ليش حطينا السماعات؟ هلا هو الجهاز هو بيعطي الامواج عن طريق سماعات، عن طريق الاذن بتدخل عن طريق الدماغ وتذهب للعضو المطلوب. طبعا هو مثلا اذا اخترت 3 اعضاء مثلا افحصها بالبدايه، طبعا هو بيفحص اكثر من 100,000 نقطه بالجسم، مو نقطه واحده، العدد الاعضاء كبير، تقريبا كل اعضاء الجسم ممكن يفحصها. انا كل مريض بختار شو عنده مشكله فبفحص الاعضاء هي. نحن اي عضو هلا اخترنا؟ هلا اخترنا له عضو المعده. ثواني بس، شو عم تسمع نديم؟ ما بسمع شيء. ما بسمع شيء. دكتور اذا ما بيسمع نديم ولا بيحس بشيء، ما عم بيحس بالترددات ولا بالامواج ولا بشيء. هلا هي امواج كهرومغناطيسيه. الامواج كهرومغناطيسيه ما بتعطي احساس، يعني ما بتعطي صوت ولا بتعطي كهرباء. هلا الكهرباء طبعا في الطرق القديمه بالامواج الكهرومغناطيسيه او بالرنين الحيوي كان المريض يمسك قبضات عن طريق الايدين وبالتالي يحس بالامواج عفوا يحس بالامواج الكهرومغناطيسيه، بينما هون لا، الفحص مختلف فلذلك ما بيحس بشيء. طيب كيف حيكون المريض واثق انه هذا الجهاز ممكن يشفي؟ يعني هلا هو في حاله اذا هو ما حس ولا شيء ولا سمع ولا، يعني كيف بده يكون واثق من هذا الجهاز انه يكون ما في ولا احساس؟ يعني هلا اول شيء نحن بنشوف على الشاشه، هلا ممكن نحط بس اللابتوب الثاني مشان نشوف المريض تماما. فنحن بنشوف على الشاشه اول شيء شو بيعطينا التغيرات بالجسم. الشيء الثاني مثلا اذا كان في عندي انا حاله حاد، المريض هو قاعد
بيقول لك انا فرقت مثلا اذا في عندي انا وجع بالظهر، هو قاعد المريض فورا بيلاقي في فرق. في بعض الحالات مثلا اذا عندي مثلا رمل بالكليتين، فهلا المريض خلال النهار بعد ما مساوي له جلسه راح يحس انه بخروج رمل، وبالتالي ممكن يصير عنده شويه وجع بالحالب او وجع بالخصره، فبالتالي انه بيلاقي الفرق. تشنج القولون العصبي بيجي لعندك المريض وفورا تماما بحس حاله، بحس في حالات يعني تمام. حالات احيانا الحالات الحاده مباشره. هلا المزمنه لا طبعا بده وقت المريض يعني، هلا مثلا بيجيني التهاب مفاصل رسياني صار له سنين، اكيد ما راح من اول جلسه يحس بالفرق، فهذا بده وقت لحتى يشوفها. طيب هلا عم نعالج نديم، طب نحن ما بننضر من الامواج؟ لا لا ابدا دكتوره وسماعه، لانه هي بالاصل الامواج فقط عن طريق السماعه، يعني ما انا امواج يعني حتى اذا انشالت سماعه الجهاز ما بيستقبل شيء ابدا ولا بياخذ، فورا بيفصل الجهاز، فبالتالي هي ما انا ضاره. لا لا ابدا. ومساله ثانيه بالنسبه للامواج هي نوعيه جدا، فهي حتى ما في اثار جانبيه للاعضاء اللي حواليها، لانه الفريكونسي لكل جزء او نوع من الخليه ما هو نفسه لشيء ثاني يعني. فمو هلا انت عم سالتي سؤال مثل الباسيف سموكينج يعني، هلا بالحقيقه يعني هو ميزه هذا النوع من التيار انه هو نوعي جدا، يعني انا مثلا عم بعالج الكبد بهي النقطة، حتى المريضة يعني الخلية المريضة ما ممكن تأذي الخلية السليمة، لأنه هي إلى تردد وهي إلى تردد، فهو نوعي وسلكتف وإلى الكبد دايركت ما وسلكتف ما بتروح لكل تماما، لأنه هي العضو بيتأثى أو بيتأثر. أنا بعتقد أنتم بهمكم هذا الجواب. بس دائما لأي شيء بيطلع لأي جهاز ممكن في سلبيات وفي إيجابيات دكتور ودكتورة، خلينا نحكي شو سلبيات الجهاز اليوم. هلا السلبيات مثل ما قالت الدكتوره، يعني هلا انا عندي الترددات اللي عم تطلع هي ترددات سليمه، لانه بعد ما بيعمل سكان فهو شاف شو الترددات السليمه، فبالتالي لما عم بيعطيني اي تردد فهو تردد موافق لتردد الجسم، فاثار جانبيه ما في اثار جانبيه ابدا. تمام. هلا في بعض حالات طبعا ممكن انه ما تستفيد، طبعا ما في شيء اسمه 100% مثل ما تمام مثل ما حكيت، فممكن في بعض حالات ما تستفيد، يعني هي بتكون بالاصل حالات متقدمه، يعني انا لما بيجيني مريض مثلا فرضا معه مالتيبل سكلوروز او تصلب الويحه، هلا صار له اكثر مثلا من 10 سنين او 15 سنه، الاعصاب متاثره كثير، المشي فيه ضعف شديد يعني، فهذا ما ممكن انه والله انا يرجع طبيعي، هلا ممكن تخف الحاله بس انه يرجع طبيعي اكيد لا، ما بقدر انا اوصل لمرحله شفاء كامل بهيك حاله، بس لما بتكون مثلا حاله جديده، لأنه انا عالجت حالات تصلب الويحه بس كانت حديثه يعني ما صار لها 6 اشهر او سنه، الحمد لله حصل شفاء تام حتى بالصوره الرنين رجعت طبيعيه، فهون الفرق انه انا اثار جانبيه ما في، بس ممكن طبعا في حالات اكيد يعني ما في نسبه الا في نسبه ولو كانت ضئيله، بس انه ممكن ما يستفيدوا حسب هو قديش فتره العلاج. يعني انا عندي اضافه، لانه انا بصراحه كطبيبه قريت كثير عنه قبل ما يعني قدمه، لانه في امانات علميه ما في اثار، ولكن في كونتراديكشن يعني ناس ما لازم تعرضيهم عليه، مثال المرأة الحامل واللي عنده ناظم خطى القلب. تمام. يعني هدول الاثنين لو كان عندهم مرض وبيساعد يعني انت تأذيهم، ابدا يتعرضوا الى يعني الموت. هي مو اثر جانبي، هي له علاقه انه هدول الاثنين ممنوع انه نقرب عليهم. نعم. لكن هذا الجهاز هو الثاني في العالم. موجود بسوريا. دكتورة بيسام، يعني نحن خلينا هيك يعني نحن مبهورين بهذا الجهاز هلا حاليا، وحضرتك يمكن لما عرفتي او طلاب مثل نديم لما عرفتوا بالجهاز ايضا انبهرتوا، ولكن طبعاً. لما فتوا بالاعماق تمام ضليتوا على نفس مستوى تماما الانبهار؟ دائما الواحد بيشوف اول شيء، ولكن عند المتابعه بده يضل يبحث عن الاثباتات اكثر واكثر. طبعاً. خلينا نسمع من حضرتك عن ابرز الحالات يلي شفتيها بعيونك، يلي طبعاً. ممكن صادفتيها هي شفت شفاء تام من الامراض. تمام. ولنديم كمان بوجه له السؤال بعد حضرتك. كثير كثير حكي حلو، لانه بصراحه يعني لما مثل ما حكيتي انه هو مبهر لدرجه انه يعني في ناس على مستوى الاساتذه بالجامعه العربيه الدوليه او غيرها يعني قالوا لنا انه انتم عم تقدموا بديل للطبيب وللعلاج ولكذا، يعني لكل شيء، يعني هل يعقل انه هذا يختزل يعني؟ هلا انا يعني بنوه لنقطه صدقا يعني حتى كمان انا طلابي اقدر اقنعهم بهي المساله، في لي صديقه هي عالمه فيزياء اسمها الدكتوره رحاب السواح بجامعه برا امريكيه، فكتر خيرها عملت لهم زوم
طبعا ما قصر الدكتور، بس هني كان حابين يفهموا البايو ريزيدنس ككل يعني، فعملت لهم زوم يفوتوا بالاعماق يعني بالضبط، لانه هو مو بس طبي، هو مبدا عام طبعاً. يعني له علاقه بالطبيعه وله علاقه، فطلابي يعني انبهروا في مرحله ترددوا تماما يعني. انا هي الخطوه اللي عم بسال عنها، انه انبهرنا بعدين بس نفوت بالاعماق انه كيف نحن بدنا نثبت انه هذا الجهاز هو. وشغله هي صديقتي الدكتور يعني ان شاء الله لما تجي يعني نتمنى نقابلها يعني، أكيد إن شاء الله. هي ليست فقط استاذه، هي طوال حياتها عولجت بهذا يعني. انا معرفتي بهذا خلينا نقول المباشره من خلال الدكتوره رحاب، لانه هي كل شيء هاني يصيبها امراض، فهي عالمه فيزياء وما شفت اي اثر جانبي وهيك، فانت بثق انه صديقتي هي يعني هيك. فعملت لهم زوم كونفرنس الى اخره، فاقتنعنا، انا اقتنعت من قبل يعني، بس طلابي في لحظه ترددوا تمام، لحظه ترددوا يعني. بعد هيك قررنا انه نتابع حالات مع الدكتور ماجد بارك الله فيه. خلينا نقول هي جزئين، جزء اعطانا اياهم من تجربته وجزء احنا تابعنا يعني. ننزل على العياده وكثر خير اهلك، لانه تكون بعد الدوام 8:30 9 والسيارات واقفه وكذا. هلا اول حالات شفنا، اول شيء كنا معنيين فيه مثل ما انتم سالتوا شو سامع شو مدري شو، فتنا عند المرضى صرنا نحكي معهم، لانه المرضى يعني هن شهاده يعني بكل احترامي له، المرضى هن اكبر شهاده انه تحسنتوا وما تحسنتوا 100% عم تعانوا ما عم تعانوا يعني. فتابعنا كم حاله، نحكي مثلا ولد صغير امه والله كان عنده صرع، والله خفض الجرعات، والله ما عاد يرجع يعني. سمعنا اشياء غير طبيه بالاول يعني، بدنا نشوف ناس شفيت يعني. بعدين صادفتنا حاله هي اللي كثير 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 انبهرنا فيها، كان الدكتور ماجد عم بيحكي عنا انه في ام مريضه وعندها الياف بالرحم ومدري شو، وبنتها ما بدها تتابع هذا العلاج، وهي حضره التخرج معنا، فكانت هي الحاله اللي احنا شهدنا شفاء يعني انه يعني بالدمع يعني بتشوفيها. فالصبيه عمرها يعني خلينا نقول 42، بتكون يعني البنت قاعدة حتى يعني نعملها اجتماعية، بتكون باستقبال سيدة ولاء مع أمها وكذا وكذا، فعم بيقولوا إنه والله بنتي شفيت على إيد مين؟ دكتور ماجد قياسي. الأم بتقلها لك هي عم تعمل عنده تخرج. قديش هذا الشعور كتير حلو، نبيل نبيل أكيد. وتسمعي من برا يعني، وهذا شعور انه خلص الجهاز يعني، انت عم تشفوا عالم طبعاً. رسالتكم نبيله كثير. فنحن بالختام بدنا نسمع كلمه أكيد. منك اكيد دكتور، ومنك دكتوره، واكيد نديم بختام فقرتنا لليوم. اكيد تفضل دكتور. هلا طبعا بالنسبه للحاله اللي حكت عنها الدكتوره بيسان، يعني هي حاله للاسف صرنا عم نشوفها كثير، هي بالحقيقه قصور مبايض او ضمور بالمبايض يعني طبعاً. عم تصير غيابا بالدوره بعمر تحت 30 سنه. طبعا هي المريضه بعد معاناه 11 سنه الحمد لله رجعت المبايض عندها تقريبا، بلشت تشتغل، الرحم كان فيه ضمور يعني، هي عمرها 40 سنه بس رحمها عمر 15 سنه ورجع الرحم طبيعي بالايكو. فهذا كان بالنسبه لنا طبعا حدث كثير عظيم كثير مهم يعني، وانا انا كثير بفرح يعني بهيك حالات يعني. فالموضوع نحن ليس بديل عن الطب، نحن مكملين للطب. الاجهزه هي لا تغني عن الطبيب يعني، انا الجهاز ممكن انه يستعمله انسان عادي، حصرا اللي بده يستعمله طبيب لحتى يقدر يقرا كل شيء موجود بالجهاز، لحتى يقدر يعرف شو يشخص الحاله وبالتالي يعالج المرض. فهو اداه مساعده. اي مواطن فيه يستخدم يعني او ينفحص على الجهاز ويتعافى، خلينا نحكي متوسط المواطنين فيهم هلا، ولا السعر خيالي؟ لا لا طبعا لا ما نقول طبيب الغلابه اكيد. هلا بالنسبه لجهاز التشخيص بده يكون عمر فوق 12 سنه نعم، لحتى يعطيني الجسم كاملا مثل ما شفنا. هلا اذا كان الاطفال تحت 12 سنه بيعطيني فقط الفيتامينات والمعادن فيهم، بينما بالنسبه للجهاز العلاج اللي هو عن طريق السماعه هذا ممكن يتعالج باي عمر، هذا من حتى من الاطفال الصغار. وطبعا نحن هلا كثير يعني عم نفرح بالاطفال، للاسف يعني عندنا يعني كمان ظاهره كثير منتشره هلا عند الاطفال، طبعا على مستوى العالم انتشارها هي موضوع التوحد وصعوبات التعلم. الحمد لله يعني هلا صار في عندي انا 4 اطفال عم بعالجهم، والاربع الحمد لله لقينا فرق. اكيد فتره العلاج راح تكون طويله وصعبه، والاهل بدهم يكونوا متعاونين، بس الحمد لله يعني كلياتهم لقينا في فرق عند الاطفال بهالموضوع هذا. الحمد لله.
دكتورة. كلمة أخيرة، هالكلمة بحب أوجهها ليس فقط باسمي، باسم كل أساتذة الجامعة العربية الدولية، كل الإداريين، كل المسؤولين اللي أتاحوا لنا هذا الجو الجميل أنه نطرح مشروع جريء. بصراحة أنا يعني إحنا قررنا بعد الدفاع عن كرم الدكتور ماجد قياسي، وأنا كنت كثير فخورة أنه هو عربي سوري إنفنتر إلى آخره. بحب بس لكم الكلمات اللي إحنا يعني عطينا إياها مع الدرع يعني. فقلت له يعني نحن لا نريد أن نكرمك فقط لإنجازاتك الطبية، نحن نكرمك لأنك أعدت لنا مجد غرناطة، وأعدت لنا مجد العصور الذهبية للحضارة العربية الإسلامية، ومنتمنى ننهض إن شاء الله، إما أن تكون أو أن تكون. أكيد. مو يعني أنا ماني شيء. ما في حل بديل. ما في ما تكون أو ستكون. نعم أكيد. نديم. هلا انا بحب احكي بالنسبه لي، بالنسبه لزملائي، بالنسبه لجامعتي، بحب اتشكرهم كلياتهم. نحن عم نحاول نثبت حالنا ونثبت سوريا، لانه نحن اللي بنمثل سوريا لقدام، ونحن رح نطور هالبلد ان شاء الله. بحب احكي كمجالي كصيدلي، طبعا هذا الموضوع هو متطور اكثر، ممكن نعمل نفتح مجال اصطناع دوائي فيزيائي اللي هو كثير عم يكون عنا مستعصي، لانه نحن هلا بهذا الوضع بحاله الازمه في كثير ادويه مقطوعه صحيح، كثير ادويه غاليه، وكثير بحاجه الى حلول تماما. فالاصطناع الدوائي الفيزيائي هو عباره عن اصطناع ممكن يأمن لنا كثير أدوية صعبة كانت إنها تتواجد. إن شاء الله بنمشي نحن وزملائي بهي القصة، وإن شاء الله جامعتنا حتكون هي دائما الأولى، وإن شاء الله نحن نكون لهالبلد خير بإذن الله. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. الله يقدرنا، وبنشكركم لأنه إحنا منابرنا اختصاصية ورسالتنا توعوية، فأنتوا بتفتحوا لنا هاي البوابة للناس. أهلا وسهلا فيكم. يعني مشاهدينا مثل ما شفنا العلم بسوريا، الطب بسوريا قديش عم يتطور، قدي عنا جيل، قديش عنا مخزون من العلم والمعرفة، وقديش عنا خبرات بينرفع فيها الراس. عن جد نحن نتشرف بوجودكم معنا. بدي أتشكرك كتير دكتور ماجد عبد الله قياسي، أستاذ في العلاج الطبيعي ونائب مدير الجمعية الإنسانية للطب البديل الشمولي. شكرا كتير وموفق يا رب. شكرا اكيد كتيرة. وشكرا على اليوم على الإضاحة عن الجهاز. وايضا بدي اتشكر دكتوره بيسان احمد المشرفه على حلقه بحث لطلاب الصيدله بالجامعه العربيه الدوليه حول تقنيه الرنين الحيوي. شكرا كثير. نديم الف مبروك. الله يبارك فيك دكتورنا المستقبلي المشروع الصيدلي 100% مبروك. وشكرا كثير لكم، وبترفعوا الراس والله. وشكرا كثير لكم. شكرا دكتوره. شكرا كثير لكم، نورتوا صباحنا اكيد. شكرا دكتور دكتورة على وجودكم. ونديم أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا اليوم، بتشرفونا بالجامعة أكيد.